بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أهلنا إلى أن نكون في مقدمة عبادك الخالصين المخلصين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرضك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ناس تفتخر بأن يكونوا ظالمين وكونوا ماكثين مع ما سارت به العادات والتقاليد الخبيثة للشيطان. اليوم يأس من الرحمن خدم خدمته بالتمام والكمال، واش قال روحهم في غاية من الصلاح ومن السؤدد، وهم دايمين وهم غير ميتين وهم غير محاسبين وغير مبعوثين. إذا كان حتى لو فما موت أعلى مش نبعث، يعني أعلى نعم فرندس كما يقول العامة، وما لا يهمنا العاقبة، خاطر أنت كاذب في شأن هذه العاقبة وفي شأن ربك اليوم. أحنا لابد أن لا نستغني عنه، لابد أن نستغفره ونرجع إليه نتوب إليه. هذا اللي قاعد يقع في تونس ومصر وفي كل مكان، هذه اللغة. لكن أصحاب جبناء لأنهم يعيشوا في الهذيان وتحت سلطان الأمراض العقلية مش نفسية فقط. إذا هؤلاء ماشي الخسارة دوفيس، أنا ماش حتى شيء مش يقع مما كان يعولوا عليه. لا أبدية، الأبدية ما تكون كلله، الله خلق الموت والحياة، ولا محاسب كما يقولون، بل هو هناك محاسب لأنه رقيب الآن، ولا يغفل عن شيء، ويعلم السر وأخفى من السر. ولهذا فيقوا على أرواحكم قبل يحق عليكم القول وتمشيوا كيلو بوست للجحيم وبئس المصير. نسأل الله السلامة.